أعلنت مديرية شرطة أربيل تسليم شخص نفسه بعد أيام من قيامه بقتل شاب في قضاء خبات. وقالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها المقدم هوكر عزيز في بيان إن المتهم قام بقتل شاب وجرح آخر في قضاء خبات التابع لأربيل قبل أيام بسبب خلاف على مكان ركن السيارة، وقام بتسليم نفسه للشرطة. وأضافت إن الشرطة فتحت تحقيقا بالجريمة وسيتم تسليمه للمحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.